انطلقت أعمال اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة في القاهرة بتمثيل كبير لعدد من الوزارات والهيئات الحكومية بين البلدين، وبهدف تحقيق التعاون المشترك لكل المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية والصحية. مباشرة اللجان الفنية ولجان الخبراء جلساتها وحواراتها لمراجعة المسودات المقدمة في المحضر من قبل الجانبين، وأيضا هناك 10 مذكرات تفاهم ناضجة وكاملة للتوقيع. هذا المحضر تضمن في مجال الصناعة والفرص الصناعية، وأيضا في مجال الإعمار والإسكان، وأيضا في مجال الطاقة المتجددة إلى آخره من الكثير من الأمور. اليوم تم بعون الله بدء اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وهذا الاجتماع الثاني، وعلى مستوى الخبراء اليوم مختلف الوزارات وبدء أعمال اللجنة التحضيرية، وأيضا سيكون هناك اجتماعات وزارية مع وزير التجارة ونظيرته ووزيرة التعاون في جمهورية مصر العربية، ثم قدوم دولة رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لالتقاء بفخامة الرئيس، وأيضا عقد اجتماعات ثنائية مع نظيره دكتور مصطفى مدبولي رئيس وزراء في جمهورية مصر العربية. وتعد اللجان المشتركة إحدى الآليات التي تعمل من خلالها البلدان بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية وبحث سبل دفع العلاقات الثنائية بين البلدين التي تعزز العلاقات الاقتصادية والعلمية والفنية، وبهدف الاستفادة من التجارب والخبرات لكلا البلدين. هناك موضوعات كثيرة للتعاون بين الجانبين في مجالات التجارة والصناعة والنقل والخدمة الوطنية وكثير من المجالات ذات الاهتمام المشترك. ثم طبعا نسعى أن يكون هناك توقيع على كثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات خلال أعمال هذه اللجنة، ستكون طبعا تحت يعني تشريف ورئاسة رئيس وزراء الدولتين. وتأتي اجتماعات اللجنة العليا العراقية المصرية تأكيدا على أهمية تعميق العلاقات المشتركة بين البلدين في المجالات كافة، وتعزيز أوجه التعاون والجهود الثنائية بين مصر والعراق. رشا محمد، العراقية الإخبارية، القاهرة.